الثورة. في ايه؟ الثورة. الثورة هو اكيد اتكلم معاك في الموضوع. لا ما اتكلمش معاك في موضوع الثورة خالص. عمرك ما سألت؟ لا يعني انت نفسك. انا ما سألتش حد، انا كنت قاعد مع نفسي كده في ايام الثورة، كنت بقول انت عارف انا لو كنت نزلت ايام الثورة كنت عملت فلوس حلوة، بس ما كنتش هموت شهيد يعني. اشمعنى؟ كنت هموت حرامي. بجد والله. ليه بتقول كده؟ ايوه عشان ما انا لو نزلت الثورة انا كنت هنزل اسهل. انا الشارع اللي علمني كده. فانا قلت الحمد لله ان انا ايه؟ ما كنتش في الثورة وبتاع. طب انا بكلمك في الصوره انا كمان